ومن دعائه عليه السلام إذا دفع عنه ما يحذر أو عجل له مطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتي، فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت. وإن يكن ما ضللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع، فقدم لي ما أخرت وأخر عني ما قدمت، فغير كثير ما عاقبته الفناء، وغير قليل ما عاقبته البقاء. وصل على محمد وآله الطاهرين.